مرحبا بكم من جديد في هذا الموعد المباشر من المجلة الصحية اللي هي مختصة 100% لآخر مستجدات فيروس كوفيد، بالطبيعة مع الإحاطة بكل ما يحيط الأمراض والصحة اللي تهم أيضا تدخل فيروس كوفيد فيها، واللي أدت ربما إلى بعض التغيرات في هذه الأمراض، وكذلك أهم النصائح اللي يلزمها تتعطى للسادة المشاهدين. سنتحدث عن التعاون الأوروبي مع دول الجوار اللي منهم تونس في ظل التآزر والتضامن فيما يخص هذه الجائحة، جائحة كوفيد 19، لكن الاتحاد الأوروبي عنده برامج عديدة بشراكة مع تونس في ما يخص العديد من القطاعات. اليوم سنهتم بقطاع الصحة، وتحديدا سنتحدث عن مشروع صحتي اللي هو في إطار برنامج صحة عزيزة كنا حكينا عليه قبل، حتى نتحدث على أهم الإنجازات اللي تعملت وربما الدور الفعال اللي قاموا به الناس اللي تشتغل، بطبيعة هي كفاءات تونسية تحت ربما تمويل الاتحاد الأوروبي. كما قلت هي كفاءات تونسية ساهمت في أنها تساعد وتتضامن مع التوانسة اللي هما في حاجة إلى الإعانة والإحاطة الصحية. يحضر معنا الدكتور مختار العياشي وهو منسق مشروع صحتي بإقليم الوسط الغربي. بطبيعة نحكي مع بعضنا على أهمية الدور اللي يلعبه الاتحاد الأوروبي في المساعدة والتآزر والتضامن جائحة كوفيد، وأيضا الصحة بصفة عامة. مشاريعها ما بدتش وقت كوفيد فقط، بل بدت قبل وتوفى حتى إن شاء الله بعد كوفيد، إن شاء الله يوفى، مازال ما نعرفوش وقتاش. بالنسبة لصحتي اللي أنت منسق هذا المشروع اللي هو تحت صحة عزيزة كنا حكينا عليه بالإقليم الوسط الغربي، كي تعطينا فكرة عليه قبل ما نشوف ربما المحاور اللي يلعب فيها الاتحاد الأوروبي دور هام ومازال يواصل في دعمه لدول الجوار. يعطيك الصحة، وحبيت نشكرك على الاستضافة. مشروع صحتي اللي تنجز جمعية أطباء العالم بالشراكة مع كوسبي مراقبون وسيديال، يعني هوني دور المجتمع المدني اللي هو لي بايغ دو فون معملين عليه وربما بهو قاعدين ينجزوا في هذه المشاريع. ان كونسورسيوم، ائتلاف نتاع اربع جمعيات اللي تنجز المشروع هذا، وكما قلت في اطار البروجرام صحه عزيزه اللي تنجز وزاره الصحه وبدعم من الاتحاد الاوروبي. مشروع صحتي يمتد على 30 شهر، بدا في أفريل 2019، ويهدف أساسا لتحسين الولوج لخدمات صحية ذات جودة بالطبيعة عن طريق مشاركة المجتمع المدني. وثم زوز أهداف أساسية للمشروع. أول حاجة هي معناها خلق حوار بين كافة الأطراف المتفاعلة، من مزدي خدمات صحية، من يعني إدارات متداخلة اللي عندها علاقة بمجال الصحة، وأيضا المجتمع المدني اللي في 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 ثم تركيز كبير في المشروع. نرجع شوية للبروغرام صحة عزيزة اللي فيه تروا كومبوزونت، فيه الدعم ديجا انتم حكيتوا عليه، فيه دعم معناها بالتجهيزات، ثم فورماسيون التكوين للعاملين في القطاع الصحي، وفما الكومبوزون الثالثة هي دعم المجتمع المدني ومشاركته في المجال الصحي. ولهنا مشروع صحتي يعني يبرز من خلال أول حاجة التكوين للجمعيات ودعمهم ماديا من أجل إنجاز مشاريع تمس الواقع الصحي متاع الجهات متاعها. كوفيد 19 فرض تدخل الاتحاد الأوروبي. يعطيك الصحة، كان في إطار مشروع صحتي تفاعلنا دونك رابيدمون مع الوضعية الجديدة، والاتحاد الأوروبي معناها إلى ديبلوكي ديفون مع أون يورجونس
في إطار مشروع صحتي باش حلينا يعني أنا بيلا بروجي يعني استدعينا الجمعيات باش تقدم مشاريع في إطار مجابهة الجائحة هذه. فما ستارت اب، فما تطبيق صارت في قفصة تيك الصحة، ثم جمعية بالخير، مشروع حرفية بالخير اللي عمل تطبيقة باش يسهل للحرفيات انهم يعملوا دي كونسلتاسيون عيادات وهما قاعدين في ديارهم ديستانس، يمشي الممرض دور الممرض هوني ولا تكنيسيان سوبر اكتشاف حالات نتاع دي كومبونساسيون نتاع هما شيزو ما تنقلوش تيك الصحة، وفاقوا بحالات استعجالية وقع التدخل وهزهم يعني باش يكملوا يعملوا بريزون. شو المشاريع الاخرى؟ ثم زاد في جمعيه ريحانه في جندوبه اللي بشراكه مع ليزيت صنعوا دي كابين دو ديزانفيكسيون، وفما في تونس في وقاع صناعه كمامات ريوتيليزابل وزعوهم مجانا وقاع توزيعهم واللبسه الواقيه يعني للعاملين في القطاع الصحي. شكرا جزيلا لك سي مختار العياشي. احنا باش نقول لكم الى اللقاء، لكن قبل ما نوفي وقبل ما يخرج جينيريك الحصه باش نخليكم مع ربما هذه المشاغل والمشاريع اللي يقوم بها الاتحاد الاوروبي تضامنا مع دول الجوار وتحديدا مع تونس بكفاءات تونسيه. الى اللقاء. أزمة الكورونا فيقتنا بمشاكل على برشا مستويات، والنقائص في المجتمعات المعاصرة متاعنا، أما حستنا زادة بقوة العلاقات بين الدول والقيم اللي تجمع الشركاء. الاتحاد الأوروبي قعد وفي للقيم الأساسية متاعه، خاصة قيم التعاون والتآزر في الوضع الصعيب، وما اكتفاش بالتعامل مع المشاكل الصحية والاقتصادية متاع بلدانه. بلدان الجوار زادا شاهدين على هذا، وتواصلت حملة التضامن باش نقاوموا مع بعضنا آثار الجائحة. تونس بالذات كانت مبجلة على جميع الأصعدة، ونظرتها للوضع تلاقات مع الاتحاد الأوروبي. فترة الأزمة الفعل هو الكل، هوك علاش الاتحاد الأوروبي وبلدانه الأعضاء قرروا خطة المساعدة تيم يوروب الموجهة للبلدان المتضرة من الجائحة. الأرقام تبين بوضوح اللي تونس كانت في قلب الحملة هذه. الإعانة المالية شملت قروض للدولة التونسية بما قيمته 600 مليون يورو، أعلى مبلغ في بلدان الجوار، بالإضافة لهيبات يقارب مجموعها 500 مليون يورو مقسمة بين 2020 و2021، وتمس القطاعات الحيوية الكل اللي تهم الاتحاد الأوروبي، بما فيها الصحة، التعليم، بحث المشاريع، الصحوة الاقتصادية، وزاد تثبيت الحوكمة في إطار القضاء واللامركزية. الاتحاد الأوروبي كانت ردة فعله سريعة، وعاود وجه الموارد متاع برامجه القائمة باش يواجه الفيروس. الأفضلية بالطبيعة للصحة، وبرنامج الصحة عزيزة تحصل على تمويل إضافي بقيمة 70 مليون يورو باش يحسن في خدمات الطوارئ في السبيطار، يدخل الرقمنة والعيادة عن بعد، يقوم زاد بحملات تحسيسية وقائية للمواطن في الإعلام، ويحسن الاتصال بالمستوصفات والمكونات الصحية في الجهات. La contribution du projet Sahar Aziz dans la riposte contre le Covid en Tunisie peut se résumer en mon sens en quatre grandes actions. La première, c'est le renforcement du potentiel national dans la riposte en me mettant à la disposition de la Commission nationale. La deuxième chose, c'est le fait que nous avons travaillé depuis le mois d'octobre à renforcer les compétences des équipes de première ligne entendant centres de santé, hôpitaux de circonscription des urgences. Le troisième axe, c'est celui de contribuer à l'audit des hôpitaux pour voir leurs besoins spécifiques pour les combler. Et le quatrième axe, c'est celui de réviser les équipements qu'on avait prévus à l'avance pour pouvoir compenser un peu les insuffisances en matière d'équipement qui sont parues au cours de cette épidémie de Covid.
أول ما بدأت الجائحة هذه اتصلت بي الملاصقة العامة لبرنامج الصحة عزيزة الدكتورة ليلى دغري وطلبت مني شنو من المجالات اللي نجموا تعاوننا فيهم. فقلنا لها إلى جانب الدعم التقني والميداني نستحق أن نحضر ومضات إشهارية تحسيسية للمواطن باش نتأقلم أكثر مع الوضع الجديد اللي فرضوا علينا الفيروس هذا. كذلك بالنسبة للفترة الجاية ننتظر من الصحة العزيزة أنهم يكملوا يدعمونا في كل ما هو تثقيف صحي، خاصة كل ما يتعلق بنمط العيش الجديد اللي يلزمنا لكلنا نستنسو به ونتأقلم معه. الصحة اليوم مسؤولية الجميع، والقدرات الخلاقة اتحرت فترة الكورونا. الهوب ديزاين نابل التابع لبرنامج كرياتيف تونيجيا ولا يصنع لماسك بتقنية الطباعة اون 3D، وشركة إنوفا روبوتيكس استعملت لغبو متاحة باش يعاونوا على احترام الحجر الصحي. الاتحاد الأوروبي يمن بالخبرات التونسية، خاصة الباحثين الشبان، ومكنهم أنهم يعاونوا بدعم الوكالة الألمانية للتعاون الدولي جي زيد. فريق الأستاذ مصطفى حمدي تمكن من تطوير أداة تقييم للصور بالأشعة عن طريق الذكاء الاصطناعي. عملنا بلاتفورم الأغلبية متاعكم سيما وبيها تستعمل الزيماج راديو الانتليجنس ارتيفيسيال بور ديتكتي لتراس دي كوفيد. البرتينونس متاعها وصلت 92% هي فابل كو. عملنا بالتعاون مع لوبيتال مامي ونستعملوا فيها في الكلينيك بريفي، وعندنا زادة جماعة البرة يستعملوها فيها توا. البلاتفورم هذه تعملت في السنتر دينوفاسيون هذا في الانسات، سي ان سنتر كريي ديبوي 5 ans و توا ديبوي 10 ans اللي سي بورتي با لا جي زد سو فورم دي زيكيبمون بور ايدي لي ستوديون ا ميتر ان بلاس لي بروجي. لي بروجي هذو متمومش كان مع الكوفيد ان فيت، فما دي بروجي مع دي زونتربريز مع وزارات. لي بروجي نجحوا لدرجة انه جي زد حابه تدعم البروجي اللي تعمل مع وزاره النقل اي لا ميزون بلاس كونكريت نتاعو. تونس نجحت في مرحله اولى على صد فيروس كورونا بالتوافق مع المواطنين، وهذا بفضل خدمه الامنيين وتفانيهم. الاتحاد الاوروبي وقف الى جانب قوات الامن التونسيه ومدهم بتجهيزات وقائيه في اطار برنامج سيتيمينا. برنامج سند زادة عاون على توزيع الإعانات على العائلات المحتاجة وقرب قوة الأمن أكثر من المواطن. الاتحاد الأوروبي رأى اللي علاقات القرب أحسن حل للمشاكل، هوك عليه يخدم برشا على خطة اللامركزية في تونس. فترة الجائحة حط على ذمة وزارة الشؤون المحلية مليون يورو باش تشري معدات وقائية معقمة لعمال البلدية. الحملة شملت 109 بلديات بالإضافة للي قاموا به الشركاء الدوليين الأخرين في تونس. ومواطنين في الخارج لقاوا دعم زاد من الاتحاد باش يعاونوا جهاتهم ومواطنهم في البلاد. حتى كان ربحوا الحرب ضد الكورونا ما لازمش نسلموا في الاقتصاد، ولازم نقفوا مع أصحاب المشاريع. الاتحاد الأوروبي سارع بتخصيص 8 ملايين يورو لبرنامج إرادة باش يعاون المؤسسات المضرة عن طريق مكاتب التنمية الجهوية. ميرسي كوربس تونس والوكالة الفرنسية للتنمية AFD عاونوا زاد 7 جمعيات كلوب انتربروندر اللي فيهم شباب يخدموا على التشغيل والتمكين الاقتصادي في جهتهم. وما ننساوش الحرفيات متاع القروان وقفصة اللي عاونتهم جمعية تمس باش يصنعوا دي ماسك لمنطقتهم، وحرفيات بالخير اللي نجموا يكملوا يخدموا بفضل الإعانات متاع برنامج صحتي والمعاينات الطبية عن بعد. عجبتني الخدمة هذه، عجبتني من غير ما نمشي للسبيطار ونتعب كورونا ومرضك وشي ما تعرف الدار يجوني فيه. لا كنا فيها نعيش فيها احنا على الحاجات هذه الوقت هذا
هاو كان تو انا نعيش فيه وانا مريضه نكلم طبيبه تعطيني دواء ولا زرارق ولا تقول لهم جيبوها ولا يا ربي ولك الحمل. هاد احنا كنا كي قبل يمرض المريض يموت في الدار من غير دواء ما يلقاش باش تو يجيني دواء الدار تو ما نجمش نوصل انا السبيطار ولا ما نجم نوصل. المرأة التونسية عموما ما نساهاش الاتحاد الأوروبي في حملته ضد آثار الكورونا، خاصة مع زيادة العنف أيام الحجر الصحي. بفضل برنامج مساواة خط أخضر تحط على ذمتهم وحملات تحسيسية دارت في الإعلام. نذكروا زادة حملة ماكش وحدك بالتعاون مع إسبانيا اللي حطت خلايا استماع للنساء اللي تعرضوا للعنف وخصت لهم حتى مركز إيواء. في وقت الأزمة تظهر كان القيم قوية ولا لا، وقيم الاتحاد الأوروبي صمدت قدام الجائحة. هما اللي كرسوا وعطاوا الدفع البرنامج تيم يوروب. حرية، ديمقراطية، مساواة، دولة مدنية، احترام حقوق الإنسان، التساوي بين المرأة والراجل، احترام كرامة النفس البشرية في أوروبا. أما زاد الشركاء هالكل